طاب يومكم ورمضان كريم للجميع بالصحة والسعادة والراحة والعافية إن شاء الله. غادي نرجعوا مرة أخرى معكم في مباشر واحد آخر ضمن سلسلة قرأنا لكم، ونحن نحتفي دائما بشهر التراث من 18 أبريل ل 18 ماي باش يتواصل معكم مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي البرتغالي لتقديم كل مرة شي حاجه في هذه العلاقات المغربيه البرتغاليه في الجانب التاريخي ولا في الجانب التراثي. اليوم غادي نوقفوا مع فقرات من كتاب النوادر، هو الاستاذ والاخ العزيز سيدي احمد بوشارب اللي كيتحدث فيه على يعني العنوان ديال الكتاب مغاربه البرتغال، ويتحدث عن يعني المغاربه الذين ذهبوا الى البرتغال ولاو وأصبحوا برتغاليين، يعني بعد الحديث على الظروف الملابسات ديال الغزو البرتغالي للمغرب وما رافق ذلك من أحداث سياسية ومجاعات وأوبئة وحروب واستعباد من المغاربة إلى البرتغال، يعني يا إما في غالب الأحيان مرغمين وفي أحيان أخرى يعني ماشي مكرهين وانما بشكل اختياري، ويعني ملي وصلوا للبرتغال ارتدوا عن دينهم، ولكن ذلك لم يعفيهم من العيش يعني والمعاناه في تما في المجتمع البرتغالي. غادي نبداو من الفصل الخامس والعنوان ديالو التعايش المستحيل. وصف المؤرخ الكبير فرنان برودال مشكل موريسكي باسبانيا في عهد فيليب الثاني بقوله: كان المشكل الموريسكي كما يدل عليه اسمه صراعا دينيا، وبعبارة أخرى كان بكل معنى الكلمة صراعا حضاريا يصعب تجاوزه، وكان قابلا للاستمرار. وتدل لفظة موريسكيين على أولئك المنحدرين من مسلمي إسبانيا المتنصرين منذ 1501 بقشتالة ومنذ 1526 بمملكة أراغون، فبعد أن أسيئت معاملتهم وبعد أن لقنوا المسيحية وتم الاعتناء بهم طردوا في جماعات كبرى فيما بين 1509-1514 نظرا لكونهم كانوا يمثلون باستمرار مصدر خوف بالنسبة للمسيحيين. انتهى قول فرنان برودال. وعزى نفس الباحث فشل محاولات إدماج الموريسكي برفض هذا الأخير لكل إدماج يجعل منه مواطنا ثانويا لا يرتقي بردته بل تنحط مكانته بسببه. لقد كانت، يضيف الأستاذ بوشارب، لقد كانت وضعية الجالية الموريسكية في البرتغال مختلفة كل الاختلاف بسبب الخصوص التي سبق التلميح إليها. الحمد لله نكسب من الوسط. لقد كان كل شيء من لباس ولغة ونمط عيش وديانة غريبا عن الذين تسميهم مصادر محاكم التفتيش موريسكيين. فإذا كانت وضعية المغاربة أو الأتراك أو الهنود أو مسلمي حوض السنغال كمسلمين تجعل منهم أشخاصا مهمشين، فإنه كان من المتوقع أن تجعل ردتهم حدا لهذه الوضعية وأن تضمن لهم نوعا من المساواة مع البرتغاليين، غير أن عاملين حالا دون ذلك. موقف المجتمع المضيف من الأقليات الدينية والعرقية التي كانت تعيش ضمنه من جهة، وموقف تلك الأقليات من البلاد وسكانها وقيمهم من جهة ثانية. لم يكن المجتمع البرتغالي ومحكمة التفتيش التي أنشأها منذ 1536 للدفاع عن قيمه يؤمنان إلا بمجتمع واحد ومتناسق لا يعرف أي اختلاف. لم يعد المجتمع البرتغالي يكتفي بما اعتاد عليه خلال القرون الوسطى، أي تهميش كل من فضل نموذجا مخالفا لنموذجه، وذلك بإلزام بأحياء خاصة ومعزولة ويحمل شارات مميزة. هذا عكس ما كان يعني معاشه البرتغال في القرون الوسطى من تعايش وتسامح مع باقي الشعوب. لقد أضحى ذلك المجتمع منذ إنشاء محاكم التفتيش يعاقب بكل صرامة ليس فقط من ارتد عن الكاثوليكية أو اتبع هرطقة معينة، بل كذلك كان بسيطا من مظاهر هوية ثقافية أخرى، غير أن البرتغال لم يعرف ما تم في إسبانيا من محاولات تلقين المرتدين عقيدتهم الجديدة، ولم يعرف كذلك تلك المحاولات المبذولة في البلد المجاور قصد تسهيل اندماج المسيحيين المحدثين.
كما أنه لم يمهل المتنصرين الذين كانوا غرباء عن البلد كما لاحظنا، حتى يتمكنوا من التعود على يستفيدوا به من أي قرار عفو جماعي. لهذه الأسباب وقف المجتمع المسيحي من أولئك الغرباء موقفا متناقضا، ففي الوقت الذي كان يحثهم بكل الوسائل على التنصر من التلوث الإيديولوجي حسب تعبير لوغوف، يدفعه إلى تهميشهم وعدم الثقة فيهم، وتعكس الأدوار الموكولة لمحاكم تفتيش التناقض المذكور. لقد كانت مهمتها عقيدة الكاثوليكية وقمع كل خروج عن النهج المسطر من لدن الكنيسة، غير أنها شكلت في نفس الوقت وسيلة مثالية للتهميش. فالعقوبات التي كانت تفرضها على المتهمين والإهانات التي كانت تنتج عن ارتداء اللباس المفروض على من قضوا مدة العقوبة كانت تجعل من كل الذين سقطوا في شباك تلك المحكمة أشخاصا لا يجرؤ أحد على الاتصال بهم. عفوا. ومن جهة أخرى يبدو أن المحكمة المذكورة كانت مسؤولة عن التحول الذي طرأ على موقف البرتغاليين من مظاهر التضييق على المغاربة من لدن المحكمة، أي قبل 1550 لم تكن الحفلات المنظمة من لدن المغاربة تزعج أحدا، لا بمدتها ولا بعدد الأشخاص الذين بالضجيج الذي كانت تحدثه. داكشي ديال العراسيات ديال المغاربة، هادشي قبل المحكمة حاكم التفتيش ما كانوش البرتغاليين كيتضايقوا منها، ولكن بعد محاكم التفتيش هو كيشرح سيدي أحمد بوشار كيفاش أن هذه محكمة التفتيش هي التي غيرت الموقف الثقافي ديال البرتغاليين من المغاربة. إذا الناس ما كانوش كيتدرجوا من الحفلات ديال المغاربة قبل إنشاء محاكم التفتيش. دوارتي فرنانديز سمى أنطونيو ألبرتو سنة 1549 أو 1550 كان كل شيء منظما دون أن ينتج عن ذلك تبليغ أو اعتقال، ولم تتم أولى التبليغات إلا سنة 1553 على يد مغاربة اعتقلوا، وكان عليهم أن يعترفوا بخطايا معينة أو حالهم المحققون بها. كما أن المغاربة الذين اعتادوا الرقص والغناء ببيوتهم أو أمامها أيام العطل لم يكونوا فيما يبدو يزعجون المسيحيين الذين لم يعتبروا ذلك تمسكا بالإسلام ولم يكونوا يبلغون عنهم، بل على العكس من ذلك كانوا يجدون في حضور تلك الحفلات الراقصة متعة حقيقية. يعجبهم الشطح ديال المغاربة. غير أن التبليغات تقاطرت على المحكمة مباشرة بعد أن اعتبرت هذه الأخيرة الغناء أو تمسكا بالإسلام. سبحان الله، يعني أصبح في نظر الغناء أو الرقص على الطريقة المغربية. كما يمكن اعتبار إحداث جماعة خاصة بالموريسكيين ذات تنظيم خاص بها، ذات تنظيم خاص بها وبرنامج حفلات خاص كذلك بمثابة وسيلة لتمييز أولئك الموريسكيين وتذكيرهم باختلافهم عن الأغلبية. كما أن البرتغاليين لم يسهلوا مهمة الأجانب المطالبين بالإسراع بالتجرد من كل خصوصياتهم الثقافية والدينية بشكل فوري ونهائي بعد التنصر، بل على العكس من ذلك يبدو من مصادرنا أنهم لم يكونوا مطمئنين لذلك الاندماج وحالوا دونه. فمصادر محاكم التفتيش تسمح باستنتاج شبيه بما كتبه ميشولان عن إسبانيا: لا حوار مع الآخر الذي وإن رضخ لشروط المنتصر يبقى مبغوضا ومعرضا للعنف ومنحا، لم يكن الآخر يقبل إلا محروما من روحه. انتهى قول ميشولان. لقد حالت مجموعة من العوامل العنصرية والثقافية والدينية دون حدوث تعايش بين أقلية من المسيحيين المحدثين والأغلبية المكونة من المسيحيين الأقحاء. وانطلاقا من المبررات الإيديولوجية للتهميش الاجتماعي الذي حددها لوغوف، نلاحظ أن عاملين شكلا موقف البرتغاليين من الأقلية من جهة والهوية الثقافية من جهة ثانية. ويبقى ملصق الإيمان إديتال دافي معبرا في حد ذاته في هذا الباب، فقد كانت محكمة التفتيش تخلط في من اللغة واللباس والفولكلور والإسلام، فمجرد التصرف على طريقة بلاد المسلمين أو حسب تقاليد مسقط الرأس كان يعتبر من لدن المحققين هرطقة تهدد العقيدة المسيحية
وكان من اللازم على كل المؤمنين وبدون استثناء أن يبلغوا المحكمة بأي قول أو فعل يخالف النموذج السائد. لم يكن المجتمع البرتغالي يعطي حسب ما ظهر لنا من خلال وثائقنا لردة المسلمين دلالة دينية محضة. لقد كان ينتظر منها انفساخا فوريا وكليا للمرتد عن هويته الثقافية. لم يكن يكفي في نظر ذلك المجتمع أن يصدق المرتدون في ردتهم وأن يعتنقوا المسيحية عن صدق، بل كان ينتظر منهم أن يتحولوا فورا إلى برتغاليين وأن ينسوا كلية لغتهم وأن يتخلوا نهائيا عن عادات وتقاليد بلدهم. لم يكن برتغالي القرن السادس عشر يقبلون أن يتكلم مسيحي محدث، يعني لم يكن برتغاليون ديال القرن السادس عشر ما كانوش كيقبلوا بأن شي واحد يعني خرج من الإسلام دخل المسيحية ويتحدث باللغة العربية. لم يكن برتغالي القرن السادس عشر يقبلون أن يتكلم مسيحي محدث العربية أو أن يلبس لباسا إسلاميا أو أن يعيش حسب نمط مخالف لنمط البلد. وكانت الدلالة الخاصة التي كان البرتغاليون يولونها للباس معبرة في حد ذاتها. لقد منع المسلمون من ارتداء اللباس المسيحي، ولم يكن يسمح لهم لمن ارتد منهم بالعودة إلى لباس بلده لوحصلة. وتتجلى تلك الأهمية في رؤية الموريسكي للباس المسيحي، تلك الرؤية التي كان يتوخى منها إثبات تمسكه بدينه الجديد، يعني دينه الجديد هو المسيحية. لم يجد مغربي حجة يثبت بها للمحققين صدق إيمانه غير هاته. ماذا قال؟ فرغم أنه تمكن من العودة إلى مسقط رأسه، فإنه استمر هناك في ارتداء اللباس المسيحي مدة سنة كاملة. يعني وخرج على مسقط رأسه في المغرب بقى كيلبس اللباس المسيحي دون أن يغير. تمكن من العودة إلى البرتغال مع العلم أنه أسر إثر هجوم فاشل ضد حامية أسفي، وفي الوقت الذي كان فيه المجتمع المسيحي لا يقبل أي اختلاف لغوي أو ثقافي. كان المغربي بدوره غير مستعد للتخلي عن لغته وعاداته وتقاليده التي كان يجد فيها ذاته واستقراره طبيعي. ومن الأكيد أن اضطهاده والتنكيل به لمجرد تمسكه بهويته تلك أحدثا لديه أزمة ضمير وعمق شعوره بالغربة. لذا لن نستغرب إذا ما لاحظنا أن أهم جريمة نسبتها محكمة التفتيش للمغاربة كانت ذات طابع ثقافي لا ديني، وأنه رغم طول مدة الإقامة في البرتغال ومختلف مظاهر الرقابة المفروضة عليهم وعلى باقي الأجانب ورغم بطش المحققين وعسفهم بقوا متمسكين بهويتهم. وسنرى بعد قليل كيف أنهم كانوا يسارعون فور إطلاق سراحهم إلى السقوط في نفس الأعمال والتصرفات التي أدت إلى اعتقالهم، وأنهم كانوا يقومون بذلك أحيانا داخل سجن محكمة التفتيش. البطولة هذه الرجولة لم يعطي المجتمع المسيحي الذي كان يولي تلك الأهمية للمظاهر الخارجية لهويته الثقافية أي مهلة للأجانب لنسيان مظاهر هويتهم الثقافية وللتعود على مظاهر ثقافة البلد الذي سيعيشون فيه. طبيعي مظاهر ثقافية لا تتغير بسرعة، بل هي في الحقيقة لا تتغير أبدا ولو على مر القرون. لذا سرعان ما اعتقل مغاربة مرتدون رغم تبنيهم لمظاهر الثقافة البرتغالية من لباس ونمط عيش وغيرهما، وحكموا مع أنهم كانوا يأملون بتنصرهم تحسين علاقاتهم مع البرتغاليين، ومع أنهم كانوا سيتفادون ذلك لو تمسكوا بدينهم. ونتيجة لخيبة أملهم هذه حاولوا جاهدين منع تنصر من بقي منهم مسلما، وكانت الحجج كثيرة. فالردة لا تمنع أي حظوة للمرتد لدى المسيحيين، بل على العكس من ذلك تعطي محكمة التفتيش الفرصة التي كانت تنتظرها لاعتقالهم. فقد قالت مغربية لأحد مواطنيها كان قد وصل إلى لشبونة وبدأ يفكر في التنصر: إن مسيحي هذا البلد يعتقلون الموريسكيين فور تنصرهم. اللهم ابقى مسلم وما تدخلش المسيحية باش يعتقلوا. وبالطبع خلق هذا الموقف العداء الذي وقفه المسيحيون من المرتدين بلبلة لدى هؤلاء. لم يفهم سوداني سبب اعتقاله ومحاكمته، مع أن التهمة الموجهة إليه هي مسح ذكره كلما تبول، وذلك لمجرد النظافة لا غير، حسب ما ذكر وكرر عدة مرات، وليس لسبب ديني معين. وما اعتبروا بأن هذه مسألة دينية إسلامية.
كما أن المغاربة لم يكونوا يفهمون لماذا يعتقلون ويحاكمون من أجل أعمال لا علاقة لها بالإسلام، كالتعبير عن فرحهم أو حزنهم أو كالأكل حسب طريقة مسقط رأسهم، فقد كانت هذه الجريمة بين قوسين سبب محن أغلبيتهم. لقد حكم المدعو جواو كويليو بسبب تقديم الكسكسي لمدعوين بمناسبة عقيقة ابنته، هذا دار لهم كسكسو في البرتغال باين فيه شي دكالي هذا، وضع الطعام مباشرة على الأرض لا على طاولة كما يفعل البرتغاليون. دكالي ولا زيلاشي ولا سلاوي. وشملت مرافعة النيابة خلال محاكمة المغرب المذكور ما يلي، شنو قالوا ضده؟ كان يتناول طعامه على الأرض، وكان يرفض الأكل على طاولة، بحيث كان يضع الطعام بين فخذيه دون استعمال منديل أو طاولة لكون ذلك يمثل طقسا إسلاميا. سد القوس، هو كان متكي على ركبه وكيضرب الكسكسو، اعتبروه بلي أن الكرامة يعني علامة ديال الإسلام، وهي غير عادة مغربية في الماكلة. وعابت النيابة على المتهم النوم على الجانب الأيمن، علاش الناس على يد قدليم؟ ونجد من بين التهم المنسوبة إلى المغاربة عدم اختلاط الرجال والنساء خلال الأكل، وينطبق نفس الشيء على اللغة العربية التي بات محرما على المرتد استعمالها حتى ولو كانت مدة إقامته في البرتغال قصيرة، يعني مازال حتى ما تعلمش البرتغالية ممنوع يستعمل العربية. فقد صعب على اللاجئ السياسي جواو دي سوزا، هذا مش لاجئ سياسي، فقد صعب على اللاجئ السياسي جواو دي سوزا حفظ الصلوات المسيحية لجهله لغة البلاد. وبما أن المحكمة إشارة إلى أن هذا يعني من اللي تنصروا هاد المغاربه اللي مشاو وارتدوا عن دينهم الاسلامي وتنصروا، حملوا اسماء برتغاليه، يعني هاد الاسماء اللي كيذكر الاستاذ بوشارب راه مغاربه ولكن اختاروا اسماء برتغاليه. فقد صعب على اللاجئ السياسي جواو دي سوزا حفظ الصلوات المسيحيه لجهله لغه البلاد، يعني جهله لغه البرتغال، اللغه البرتغاليه اللي يمكن يصلي بها. وبما ان المحكمه لامت على حمد الله بلغته الاصليه، فانه اجاب بقوله إنه كان يقول ذلك بعبارات عربية لجهله اللغة البرتغالية، وكان يقول ذلك كمسيحي يتوسل إلى ربه، هذا توسل إلى ربه وحمده وشكره باللغة العربية ولكنه بنية مسيحية، ولكنه مع ذلك حكم، كما اعترف أنه يقسم بالعربية كذلك. وفي هذه الظروف كان المعتقل المغاربة وكذا بعض محاميهم يعملون على دفع القضاة إلى اعتبار عاملين مهمين في نظرهم، النية واللغة، قضية خطيرة دابا ولات في النية، النية واللغة التي تعبر عنها من جهة. وفي هذه الظروف المغاربة وكذا بعض محاميهم يعملون على دفع القضاة إلى اعتبار عاملين مهمين في نظرهم، النية واللغة التي تعبر عنها من جهة، وثقل العادات وصعوبة التخلص منها من جهة ثانية. أنا صعب تخلص من العادات ديالك. فقد أكد برتغالي استدعي للشهادة لفائدة جواو دي سوزا، هذا اللي هضرنا عليه المذكور، أن استعمال العربية لا يعني أن المتهم بقي متمسكا بدينه، طالما أن البسملة التي كان يرددها بالعربية يمكن لأي مسيحي لا يحسن اللغة البرتغالية أن يقولها، كما أن إنياس مشادة اعترفت أنها رددت البسملة عدة مرات ولكن بقلب مسيحي وإن كانت اللغة لا تسعفها. وحاول آخر بدون جدوى إقناع المحققين بأن النية أهم من اللغة، وأن نيته كانت نية مسيحي صادق ولو أنه عبر عنها بالعربية، ذلك أن الكلمات كانت عربية وأن النية كانت نية مسيحي. واعترفت مغربية ببكاء الموتى على طريقة بلد ببكاء الموتى على طريقة بلدها لجهلها لطريقة أخرى للبكاء عليهم، هي مسكينة كبرت عفوا يعني البكاء ديالها خصها تبكي على الميت بالطريقة المغربية، ما كتعرفش الطريقة البرتغالية. وبالطبع كان إلزام أجانب دخلوا البلاد منذ مدة قصيرة باستعمال لغتها يمثل عسفا كبيرا زاد من شعورهم بالغربة وحد من إمكانية اندماجهم. وتؤكد مصادر محاكم تفتيش أن القليل من أولئك الأجانب اللغة، وأن تلك المحاكم اضطرت الأشخاص أقاموا بالبلاد عدة عقود. فقد كان فرانسيسكو ماشادو لا يتكلم البرتغالية رغم إقامته في البرتغال
دامت 40 سنة. الرسول قيل: وقد عاين المحققون ذلك بأنفسهم خلال زيارتهم للجزيرة التي كان يقيم فيها بعد أن تم التبليغ عنه. وكان المدعو فرناندو الذي وصل إلى البرتغال سنة 1525 لا يتقن اللغة البرتغالية سنة 1550، كما كان برناردو دو كوتو الذي دخل البرتغال سنة 1521 يتكلم بصعوبة لغة البلد سنة 1757. ويفهم من هذه الحالات أن الأمر كان أصعب بكثير بالنسبة لمن وصلوا بعد 1550. هادشي مغري، كل مرة كنبغيو نحبسو كنلقاو بلي السي أحمد بوشارب باقي شادنا. كلامو زين. ومما لا شك فيه أن موقف البرتغاليين ممن ارتدوا كان ثمرة عداء طويل للإسلام والمسلمين تشكل بسبب الحروب الطويلة التي دارت بالأندلس والمغرب برا وبحرا. وتعزز هذا العداء أكثر بتزايد الخوف من المد الإسلامي الممثل في العثمانيين وفي ضربات المجاهدين. وبالطبع كان نفس الشعور يخامر المغاربة كما لاحظنا من قبل. لذا لا بد من اعتبار لفهم نوع العلاقة التي جمعت الأغلبية المسيحية بالأقلية الموريسكية والعداء المتبادل بين الطرفين بسبب حروب دامت عدة قرون بين الهلال والصليب لعبت الدور الأساس في تحديد نوعية تلك العلاقة. ولنمثل لذلك بموقف البرتغاليين من الوثنيين. غادي نوقف واقيلا هنا. فعلا في الفتره دابا خصنا الناس يمكن بزاف ما غاديش يفهموا هذا الكلام بالمنطق دابا ديال 2021 والحوار والتاخي وهادشي اللي داير دابا، ولكن خصك ترجع للقرن السادس عشر وتضع نفسك مكان اولئك وهؤلاء. ففي ذاك القرن يعني كان الفكر هو هذا، وكان المنطق هو هذا، وكان العقل هو هذا، وكان الواقع هو هذا. البرتغاليين الذين هاجموا المغرب وغزوا المغرب واحتلوا سبتة منذ 21 غشت 1415 واحتلوا مدن أخرى في الساحل المتوسطي والأطلسي في المغرب، كانوا يأتون ويعتبرون يعني المغرب وهم يعتبرون المغرب والمغاربة كفارا. المغاربة الذين قاموا للجهاد، والمعنى ديال الجهاد داك الساعه ماشي واحد المعنى ديال الجهاد اللي تعطي دابا في هذه القصه ديال الكلام ديال الارهاب وبعثرات اللغه وبعثرات الكلام وبعثرات المواقف. المغاربه الذين قاموا للجهاد، من دافع عن بلاده فهو مجاهد، من دافع عن نفسه فهو مجاهد، من دافع عن دينه وشرفه فهو مجاهد، كيف ما بغى يكون الاصل ديالو والدين ديالو. المغاربه الذين وقفوا امام الهجمات البرتغاليه ودافعوا عن الوطن، قاموا للجهاد ضد الغزو البرتغالي، كانوا يعتبرون البرتغاليين واحد كان كيعصب الطرف الاخر كافر. وهذه قرون يعني حنا المغاربه كانوا عايشين في البرتغال والاسبانيا في الفتره ديال الاندلس بصفه خاصه في العهد المرابطي والموحدي، يعني واحد على الاقل واحد جوج القرون ونص ولا ثلاثه القرون والمغاربه تما باقي يعني التاريخ يحفظ وجود المغاربه في البرتغال وفي اسبانيا، والذاكره الشعبيه والروايه الشفويه واللغه والعادات والتقاليد والادوات التقليديه في الحرث في الحصاد في القنص في الصيد في الدراسة، يعني الدراس ماشي الدراسة ماشي القراية، الدراس الدراسة الدرس ديال الدرس ديال الزراعة، يعني عادات مغربية بقات في البرتغال وفي الجنوب ديال إسبانيا. تقنية الري يعني ديال التوزيع ديال السواقي وديال الخطارات ودير واحد العدد ديال الحوايج اللي بقات في التأثير. فكان تاريخ طويل مشترك بين المغرب والبرتغال. هذا ما كيعنيش بأن هذاك الموقف السلبي اللي كان في هذه الفترة اللي هضر عليها السي أحمد بوشارب لأنه هو تناول موضوع خاص ديال محاكم التفتيش، وحنا بغينا نجبدوا هذا الموضوع ديال محاكم التفتيش لان كاين بزاف ديال الناس كيغلطوا كيتحتلوا. راه كانت شي محاكم تفتيش ديال البرتغاليين في المغرب، وما كانش في حدود علمنا. هذه محاكم تفتيش كانت في البرتغال على المغاربه هناك بصفه خاصه على الموريسكيين، يعني المغاربه اللي مشاو تمايا ودخلوا في الدين المسيحي. ولكن هادشي هذا كله لا يمنع، والسي احمد بوشار كان واضح فاش ذكر لان كيفاش وعطى امثله كيف انه قبل احداث محاكم التفتيش ما كانش الانسان البرتغالي كينظر ذاك النظره السلبيه للانسان المغربي، لان هذاك الصدام وذاك الحضاره الصراع المرير وحتى معركه واد المخازن براسها ما خلقتش واحد الكراهيه في الحق بين المغاربه وبين البرتغاليين، لان جوج ديال الشعوب عظمى كل واحد فيهم جرب الاخر ولقاه ثقيل ولقاه عامر ولقاه قوي، فكان واحد الاحترام متبادل وكان واحد يعني ديال العلاقات غريبه جدا اللي كانت كطرا بين البرتغالي والمغاربه
خاصة مثلا في الوقيتة ديال الاحتلال ديالهم هنايا ديال المدن في الشاطئ المغربي، كيفاش انه واخا كان الصراع واخا كان الحرب واخا كان الحصار، كانت هجمات ديال القبائل، هجم كيهجم القائد على القلعه البرتغاليه، كيجي السلطان كيحاصرها، والبرتغاليين كيخرجوا كيديروا غزوات يعني لغازيه في الدواور وكينهبوا، ولكن بعد ذلك كيوقع تطيب ديال الخواطر بيناتهم، وكان واحد يعني شي حوايج غريبه وقع في الوجود البرتغالي في المغرب، والوجود المغربي في البرتغال راه خلى تما يعني العنصر. حنا عندنا دابا دماء مشتركه مغربيه برتغاليه، واحد الاحترام كبير جدا بين المغاربه والبرتغال، يعني من النادر انك تجي تلقى واحد مستعمر ومستعمر وعندهم هذاك داك الافكسيونيزم، هذاك العلاقه، انا كان يعني بالجانب السيكولوجي ماشي في المعبر عنه في الروايه والندوات والاشعار والكتابات الصحفيه والافتتاحيات ديال المجلات والجرائد، وانما في المخيال الشعبي. انا هذا هو الاهم، ماشي داكشي اللي كيكتبوا الكتاب واللي كيعبر على الشعب، ولكن المخيال الشعبي والذاكره الجماعيه والجمعيه هي اللي المغربيه البرتغاليه كانت فريده من نوعها، وعلاقات لها خصوصيات يعني غريبه جدا، مختلفه بالمطلق على هذا الشيء اللي هضر عليه الاستاذ بوشار في محاكم التفتيش، لان بعد ما تم الاحداث ديال محاكم التفتيش وقع ذاك التغير في الموقف ديال الانسان البرتغالي من الانسان، لان محاكم التفتيش باينه السوق ديالها، لان عندها باينه نعره دينيه، نعره عنصريه، نعره ديال عدائيه، ديال ان بغى يعني غير العقاب والعقاب والحصار على 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 على, 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 على الناس. ومحاكم التفتيش ماشي البرتغالي هما اللي بداوها، وانما يعني اسبانيا، حنا كنعرفوا القصه ديال محاكم التفتيش في اسبانيا، فلذلك يعني خاصه شديد تفهم في الاطار ديالو العام حتى لا يزيغ عن اطاره العام، الاطار التاريخي ديالو يعني اللي خاصو يتفهم فيه. سي رشيد اسيدي، بغيتي نديرو ندوه في ويراش، حنا نديرو ندوه في ويراش، نديرها في كاشكايش، ونديرها في سينترا، ونديرها في ليشبونه. مرحبا، تحياتي، مرحبا، حنا نجيو عندكم البرتغال. اسمحوا لي انا ما عنديش بزاف مع هاد لانتراكتيفيتي في لي لايف، مع الناس اللي كيبداو يديروا لي كومونتير. المهم اللي طلعوا واللي شفتوا واللي ما شفتوش، كنشكركم كلكم على المشاركه ديالكم والاهتمام ديالكم، وتحياتي، ونعاود نتواصلوا في حلقه اخرى ان شاء الله. تحياتي، وطاب يومكم بكل خير، ورمضان كريم، الصحة والعافية إن شاء الله.